بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. اللهم زدنا علما وفهما وحفظا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. على روح النبي الطاهرة صلى الله عليه وسلم، وعلى أرواح آله وأصحابه والعلماء العظام والمشايخ الكرام، وعلى أرواح أساتذنا والمصنفين، نقرأ فاتحة والإخلاص 3 مرات. أما بعد، فبإذن الله تعالى وتوفيقه نشرع في المجلس 49 لدراسة كتاب المسامرة شرح المسايرة. وانتهينا بحمد الله تعالى من مبحث الحسن والقبح بتمامه، فانتهينا من الأصول 8 في الركن 3، بقي الأصل 9 والأصل 10 في الركن 2. الركن الثاني كان في أفعال الله تعالى، والمصنف في هذا الترتيب تبع تصنيف الإمام الغزالي رحمه الله في قواعد العقائد، وأدرج مباحث النبوات، يعني إمكان النبوة وإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصلين في آخر الركن الثالث من الأفعال، لأن المعجزة فعل يخلقها الله تعالى من أفعال الله تعالى ويدل على النبوة، فالعلاقة واضحة أظن، يعني إدراج مبحث النبوة في ركن الأفعال واضح. نعم، بعد ذلك يأتي في الركن الرابع السمعيات، في الركن الرابع السمعيات، نعم. يعني في تصانيف المتقدمين خصوصا، كيف التصنيف؟ الإلهيات والنبوات والسمعيات والإمامة مثلا، عموما هكذا الترتيب يعني. ولكن هنا ترتيب الإمام الغزالي مختلف، وترتيب المسايرة مختلف. 4 أركان، 3 الأولى في الإلهيات عموما، في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ومن أفعاله المعجزة وما يتعلق بها من إثبات النبوة، نعم. والركن الرابع في السمعيات، والإمامة ملحق في الركن الرابع، يعني في مدرج في الركن الرابع، نعم. بحسب طبعة دار الطلائع وصلنا إلى صفحة 177، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، الأصل 9، قال الشارح رحمه الله: يعني في ترتيب حجة الإسلام في بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيأتي تعريف النبي والكلام فيه في آخر هذا الأصل، يعني وسيأتي تعريف النبي والكلام فيه، يعني في تعريف النبي في آخر هذا الأصل، نعم. قال الماتن رحمه الله: لا يستحيل بعثة الأنبياء، لا يستحيل بعثة الأنبياء، بل هي عندنا معشر أهل الحق أمر ممكن واقع قطعا، ممكن واقع قطعا، إلا أن بعض حنفية ما وراء النهر،
هذا الا استثناء للفظه الممكن، تمام، وحكم بالامكان. لكن بعض الحنفيه خالفوا هذا، يعني ظاهر عباراتهم خالفوا هذا الامكان. نعم، الا ان بعض حنفيه ما وراء النهر، من هؤلاء؟ بدءا من الامام الماتريدي الى النسفيين وغيرهم والصابوني وغيرهم كثير من ائمه الاحناف في سمرقند وما وراء النهر. نعم، الا ان بعض حنفيه ما وراء النهر قالوا انه واجب الوقوع كما سياتي عنهم وعن صاحب العمده، سياتي هذا النقاش. نعم، خلافا للبراهمه، يعني لا يستحيل بعثه الانبياء خلافا للبراهمه، يعني يفهم منه ان البراهمه يقولون باستحاله بعثه الانبياء. نعم، خلافا للبراهمه، طائفه من الهند يعبدون صنما يسمونه برهم، وقيل هم اصحاب برهام من حكماء الهند. طبعا مثل هذا الكلام في الكتب القديمة، كل ما ينسب إلى الأديان والمذاهب يحتاج إلى زيادة بحث وتحقيق اليوم، لأنه تطور علم مستقل اسمه تاريخ الأديان، فبحثوا عن كل هذه المعلومات، وكل تواريخ الأديان معلومة معروفة في الكتب المدونة في عصرنا. من يريد أن يطلع على حقيقة هؤلاء القوم البراهمة يرجع إلى الكتب المعاصرة المحققة، يعني نعم، سواء يعني كتبها المسلمون أو الغربيون أو أصحاب هذه الأديان والمذاهب أنفسهم، يعني تمام. نعم، فقد يكون هناك خلل وإشكالات في تعريف هذه المذاهب والأديان، تمام، يعني هم لأنهم يعني نقلوا من الكتب التي وصلت إليهم، والمؤلفون لهؤلاء الكتب يعني نقولاتهم أو فهمهم قد لا يكون دقيقا، يعني من حيث التاريخ، لأن العلوم التاريخية لم تكن في ذلك الوقت بهذه الدقة، يعني في بالنسبة ليومنا، يعني والآلات البحث إلى آخر، يعني نعم. فالقول الأول خصوصا فيه ما فيه، يعني أنهم يعبدون صنما يسمونه برهم. والقول الثاني والله أعلم هو، لأن يعني في الهند فلسفات كثيرة عريقة وعميقة، يعني مثل فلسفات موجودة في اليونان، يعني تمام، فلسفات وأديان مختلفة وعميقة، ولهم أصناف العلوم في الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقا إلى آخر، حاليا تدرس، يعني حاليا مثلا بدأ في كتب تاريخ الفلسفة أن تدرج فلسفات الهند في هذه الكتب أيضا، لم يكن يعني لم يعد مختصا بفلسفة اليونان وما قبل اليونان بقليل، الآن يعني يقسمون قسما كبيرا لتصوير فلسفة الهند، تمام. طيب، Mevcut Hinduizm dininde Brahma diye bir ilahları var. Acaba bunun onunla bir bağlantısı var mı? Brahma'ya tapanlar, والله أعلم. نعم، هذا البرهما هو والله أعلم. نعم Brahma, Vishnu, Shiva. Çok yakın çünkü kelimeler. نعم، بل Üç يعني ilahlar. نعم، بعض القدماء يعني زعموا أن براهما يأتي من إبراهيم مثلا، يعني هذا أيضا يحتاج إلى التحقيق، يعني ظاهره أنه غير مرفوض، لكن قد يكون هناك علاقة، يعني لا نعرف، يعني يحتاج إلى بحث، لا أعرف والله يعني هذه التفاصيل، هذه الأديان وهذه الأسماء. نعم، أخونا يقول 3 آلهة لهم لهؤلاء للهنود، يعني هنديين، يعني أو هندويزم براهمانيين، 3 آلهة، براهما فيشنو وشيفا. نعم، الآلهة الخالقة للعالم عندهم، صح؟ نعم، جميل. يعني كما قلت لكم، يعني تفصيل هذا المذهب حقيقته نرجع إلى كتب محققة في عصرنا، يعني نحتاط في هذه النقولات، في هذه النسب، يعني نعم.
على كل حال، بغض النظر عن كونهم يعتقدون صنما أو إلها أو كذا، صنم خصوصا كونهم يعتقدون إلها لا يعني أنهم يعتقدون صنما يعني، وإن فعلوا أصناما يعني، عندهم فلسفات عريقة يعني. حتى الإله، مفهوم الإله عندهم قد يختلف كثيرا من مفهوم الإله عندنا يعني في الأديان السماوية يعني. تمام، طيب، على كل حال يعني ليس بحثنا حاليا في علم الكلام هنا على الأقل عن تحقيق دين أو فلسفة البراهمة يعني. قالوا لا فائدة في بعثتهم، لكن يهمنا أفكارهم هنا، لأن هذه الأفكار ليست مختصة بهم، بل أصول هذه الأفكار موجودة في جميع العالم وما زالت موجودة. تمام، نعم. قالوا لا فائدة في بعثتهم، إذ في العقل مندوحة عنهم، أي سعة وغنية من ندحت الشيء وسعته أو وسعته، لست متأكدا كيف، هل وسع يتعدى لوحده إلى مفعول؟ الكلام مش واسعته، لا أظن وسعته، لأنه ندحت الشيء وسعته أو وسعته، لازم يكون هكذا يقرأ في الألفاظ، وسعته شد لمش يعني وسعته يمكن أو وسعته، لأنه أحيانا مثل وقف يطلق لازما ومتعديا، وسع مثلا عاد مثلا ورجع مثلا يطلق لازما ومتعديا، مع أن المشهور عندنا يعني في كتب المتأخرة أن رجع لازم وأرجع هو المتعدي، ليس كذلك يعني، ليس في أصل اللغة هذا هو. نعم، جملة توسعته معنى سيس في العقل مندوحة عنهم ريعان يمد وسع وندح وسع يعني. تمام، جميل، وسعته، تمام، جميل، نعم، ندحت الشيء وسعته، نعم، طبعا أصبح مندوحة عنه بمعنى شوية بالتوسع يعني، يستعمل ليس فقط توسيع الشيء، لأنه أمر أصلا معقول يعني، ليس أمر محسوس، مندوحة يعني سعة وغنية، إذ في العقل ما يغنيه، ما يغني عنه، تمام، إذ في العقل ما يغني عن الأنبياء، نعم، العقل يكفي يعني، لا نحتاج إلى الدين. شوفوا هذا الفكر هو أصل الفكر في إنكار الأديان السماوية عموما في عصرنا. الساينس يكفي يعني، العلوم الفيزيائية الطبيعية أو الاجتماعية تكفينا يعني، مثلا ساينس كافي مثلا، يقولون صح، ساينس كاف لاستقامتنا وهدايتنا وحياتنا وكل شيء، لتفهيم كل شيء ولتفسير كل شيء، لا نحتاج إلى الإله. تعرفون هذه الكلمات سائدة حاليا في الساحة. ومن المحققين من جعل القول باستحالتها أي البعثة قسيما لقول البراهمة، وهو المولى سعد الدين، قال في شرح المقاصد: المنكرون للنبوة منهم من قال باستحالتها ولا اعتداد بهم، يعني دليلهم ضعيف بغاية أنه لا ينظر إليهم. ومنهم من قال بعدم الاحتياج إليها كالبراهمة، وهو أي ما قاله هذا المحقق مخالف لقول الإمام حجة أبي حامد، الإمام الحجة أبي حامد، وهو الذي قدمه المصنف، ولقول كثير ممن رأيت كلامه كإمام الحرمين والآمدي والنسف في العمدة والصابوني في البداية وغيرهم. نعم، إمام التفتزاني في المقاصد هكذا يعني قرر المسألة، وواضح من كلامه أنه جعل البراهمة قسيما لمن يقول بالاستحالة، فقال من قال باستحالتها، ومنهم من قال بعدم الاحتياج، يعني يظهر من هذه العبارة أن البراهمة لا يقولون بالاستحالة، ظاهر هذه العبارة، بل يقولون بعدم الاحتياج وإن لم يكن مستحيلا بعثة الأنبياء. تمام؟ بسبب عدم الاحتياج وينكرون وجود الأنبياء، يعني متصور نوعا ما، لكن هل حقيقة عدم الاحتياج يرجع إلى الاستحالة؟ هل يلزمه الاستحالة؟ استحالة بعثة الأنبياء من طرف إله يعني خالق للعالم، هكذا نفكر. هذا سيأتي، نعم، هذا سيأتي تحقيقه، نعم.
الإمام ابن رام يقول هذا التقسيم، هذا النسبة، يعني فهم مذهب البراهمة هكذا مخالف لقول الإمام الحجة، والشارح يقول مخالف لكثير من الناقلين المذهب البراهمة. نعم، كما قلت لكم، يعني تحقيق هذا الأمر لا تحصر أنفسكم بكتب المتقدمين، وإن أصاب كثير من كلامهم يعني في نفس الأمر لا نعرف، يعني نحتاج إلى البحث، يعني لابد أن نرجع إلى المتخصصين في تاريخ الأديان. تمام، طيب، يعني فلذلك لا نقف كثيرا عند هذه المناقشة، يعني من قال كذا ومن قال كذا، أيهما صحيح أيهما خطأ، يعني كيف نعرف يعني بهذا الشكل. كلهم ينقلون من بعض الكتب التاريخية، كتب الملل والنحل يعني. تمام، طيب، إلا أن كلام الآمدي في غاية المرام يقتضي أن القائل بذلك، يعني بعدم الاحتياج، بعض البراهمة بذلك، والله أعلم، بعدم الاحتياج يعني. تمام، القائل بذلك بعدم الاحتياج، أنا هكذا فهمت، لكن لست متأكدا في إرجاع اسم الإشارة. نعم، بعض البراهمة يعني ليس كلهم، فإنه بعد أن نقل عن البراهمة والصابئة القول بامتناع البعثة، عن البراهمة القول بامتناع البعثة، قال إلا أن من البراهمة من اعترف برسالة آدم لا غير، ومنهم من لم يعترف بغير إبراهيم. يعني بعض المؤرخين جعلوا مذهب البراهمة مرتبطا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، والله أعلم، من تشابه اللفظين، يعني من تقارب اللفظين، لكن هل حقيقة في نفس الأمر هناك علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ يعني يحتاج إلى البحث، لا نستطيع أن ننكر يعني مباشرة. نعم، لا أعرف، يعني ما في عندي علم يعني بهذا. نعم، وقد حاول المصنف مستندا لنقل المحقق فقال وكأنه لما كان حاصل دليلهم، أي البراهمة المنقول عنهم، حاصل دليلهم المنقول عنهم استحالة البعثة، يعني المنقول عنهم استحالة البعثة، نفي الفائدة. المنقول عنهم استحالة البعثة، عفوا، هذا استحالة نائب فاعل للمنقول. نعم، وكأنه لما كان حاصل دليلهم، أي البراهمة المنقول، يعني دليلهم المنقول عنهم استحالة البعثة، يعني ينقل عن البراهمة استحالة البعثة، حاصل دليلهم نفي الفائدة، نفي الفائدة في البعثة بزعمهم الباطل، وقالوا لأن، يعني وكأنه بداية كلامه، وكأنه هذا مستند، يعني كأنه يحاول أن يوجه يعني كلام الإمام التفتزاني، تقرير الإمام التفتزاني المخالف لغيره من العلماء. نعم، وكأنه يعني وكأن الإمام التفتزاني عفوا، وكأن الأمر لما كان حاصل دليلهم نفي الفائدة، لأن ما جاء به الرسول إما موافق لمقتضى العقل بأن يدرك العقل حسنه فلا حاجة إليه، يعني الذي يأتي به النبي من الدين والأحكام والعقائد التي هي تكشف عن حقائق الأشياء، صح؟ العقائد الكاشفة عن حقائق الأشياء والمخبرة عن حقائق الأشياء في المبدأ والمعاد، والأحكام الشرعية التي ينظم حياتنا الدنيا وتنجينا في الآخرة يعني وتفيدنا في الآخرة، يعني ما جاء به الأنبياء هي هذه يعني. تمام، لأن ما جاء به إما موافق، ما جاء به الرسول من الدين إما موافق لمقتضى العقل فلا حاجة إليه، إذ العقل مغن عنه، أو مخالف لمقتضى العقل بأن يدرك العقل قبحه فيترك عملا بالعقل، أو فيترك العقل عملا بالعقل، لكن فيترك أحسن، فيترك عملا بالعقل. نعم، أو مخالف فيترك عملا بالعقل، إذ هو حجة الله على خلقه،
إذا العقل هو حجة الله على خلقه لا النبي عندهم. يعني طبعا هم يستخرجون لهم يعني كلمات ومعاني، يعني يقررون على مذهبهم. ظن يعني وكأنه، عفوا، وكأن الإمام التفتزني، يمكن أقول يعني وكأن الإمام التفتزني لما كان حاصل كذا كذا ظن عدم الاستحالة، وكأن الإمام التفتزني لما كان كذا كذا ظن عدم الاستحالة. جواب لما، أي لما كان حاصل الدليل البراهمة ما ذكر، ظن الناظر فيه أن البعثة ليست مستحيلة عندهم، وأنهم إنما يقولون بعدم الاحتياج إلى البعثة لا باستحالتها. طبعا سيأتي يعني نقد دليلهم، دليلهم طبعا يعني بادي العوار، يعني بادي عيب، عيبه وقصوره واضح، صح؟ يعني بنظر قليل نحن نعرف هذا التقسيم فيه شيء، يعني صح؟ طيب سنأتي إن شاء الله إلى نقضه، نقض دليلهم. نعم تفضل. Yine huve hüccetullahi diyor ya, نعم buradaki huve akla gidiyor değil mi? نعم نعم إذ العقل حجة الله على خلقه، وأنهم إنما يقولون بعدم الاحتياج إلى البعثة لا باستحالتها. يعني هو يعني حاول أن يوجه كلام الإمام أو يفهم لماذا هو خالف الآخرين بسبب هذا، يعني سبب الاشتباه عنده كذا يعني، لكن لا يقبل يعني تقسيم الإمام التفتزني. لكن يبعد أن يخفى عليه، أي على هذا المحقق، أن نفيهم الفائدة في أفعال الله تعالى يوجب القول بالاستحالة عند هؤلاء وأضرابهم ممن يعتبر تحسين العقل وتقبيحه لاستحالة العبث في أفعاله تعالى، وهو ما لا فائدة فيه. نعم، لكن يقول يعني هو يعني قسم بهذا الشكل وكأنه ظن هكذا، لكن المفروض أنه لا يخفى عليه أن عدم الفائدة هو سبب للاستحالة، هو ملزوم للاستحالة، خصوصا عند من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي. من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي؟ تقريبا غير الأشاعرة جميع العالم. جميع العالم إلا الأشاعرة يعني. إلا كثير من الفلاسفة في عصرنا هم وافقوا الأشاعرة، يعني في لب المسألة، تمام؟ تطور الفلسفة يعني، وصل إلى ما وصل إليه الأشاعرة يعني. طيب أن نفيهم الفائدة يوجب القول بالاستحالة عند هؤلاء وأضرابهم، يعني وأمثالهم، ممن يعتبر تحسين العقل وتقبيحه. معروف أن هذا يعني هذا المذهب بأصوله وكثير من فروعه موجود يعني في فلسفة الهند، يعني في مسائل أخرى كثيرة يعني معروفة يعني. طيب لاستحالة العبث في أفعاله تعالى، هذا سبب الإيجاب، يعني علة الإيجاب، علة يعني دليل على التلازم، على اللزوم، على هذا اللزوم، تمام؟ لاستحالة العبث في أفعاله تعالى، وهو ما لا فائدة فيه. العبث ما لا فائدة فيه، يعني ما لا فائدة معتدا بها عرفا، تمام، أو عقلا. طيب والجواب عن استدلالهم من وجوه: الأول أن العقل لا يهتدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة ليأتي بها، كما لا يهتدي أي العقل إلى تمييز الأدوية المفيدة للصحة من السمومات المهلكة إلا بالطبيب العارف بها ليميزها ويوقف عليها. فالحاجة إليه أي إلى الرسول كالحاجة إليه أي إلى الطبيب. هذا ك ليس قياسا فقهيا للاستدلال، بل هو تقريب للذهن يعني، تمام، تقريب للذهن يعني كالحاجة إليه إلى الطبيب. إذ الرسالة سفارة بين الحق تعالى وبين عباده ليزيح بها عللهم، يعني قصورهم وعيوبهم، صح؟
ونقائصهم فيما قصرت عنه عقولهم، فيما قصرت عنه عقولهم. يعني هذا الجواب الأول، جواب على استدلالي من وجه، هذا الجواب الأول فيه إشكال من جهة أن العقل لا يهتدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة. هل هم يقولون بالآخرة أصلا حتى يلزمهم هذا؟ إن غاية همهم هو السعادة في حياة الدنيا، وكثير منهم لا يقولون بوجود، وهل يمكن أن يوصل إلى وجود الآخرة بالعقل أصلا عندنا، خصوصا عند الأشاعرة؟ حتى عندهم يعني. هل إذا قالوا بوجود الإله حتى بالمفهوم الذي عندهم لا نعرف حقيقته وتفاصيله، هل عندهم، هل القول بالتحسين والتقبيح العقلي عندهم هل يستلزم وجود الآخرة، أن يخلق الإله السعادة في الآخرة عندهم بعد الموت، يعني بمعنى حياة بعد الموت، يعني تمام، الآخرة بمعنى حياة بعد الموت. وهل الله يعني هل متدخل يعني باختياره يعني في الحياة بعد الموت؟ حتى نبحث عن الأفعال المنجية في الدنيا، أنا المنجية في الآخرة، وتفعل هذه الأفعال طبعا في الدنيا يعني الأوامر والنواهي يعني. نعم يعني فيه شيء يعني، صح هذا الدليل. هل لو جاء واحد من البراهمة من فلاسفتهم، هل يعني يسلم لهم هذه المقدمات يعني أفعال المنجية؟ شوف في الآخرة يقول يعني ماذا تقصد بالآخرة؟ يعني إذا كنت تقصد هناك حياة، نوع حياة للأرواح، وأنا أقول بالتناسخ وأنا أقول بكذا، ما في شيء آخر يعني، عالم آخر يعني، الأرواح هي أصلا أزلية أبدية عند كثير منهم يعني، تمام؟ على كل حال يعني هذا الجواب يعني يحتاج إلى النظر يعني، لا نطيل أكثر. نأتي إلى الجواب الثاني، وقوله ولأن عطف، وقوله ولأن عطف باعتبار التوهم، إذ المعنى يعني باعتبار التقدير، يعني قدرنا في الوجه الأول لفظا كأنه يقول، تمام، باعتبار التوهم، إذ المعنى البعثة جائزة واقعة لا غنى عنها أبدا سرمدا، يعني إلى يوم القيامة يعني لا غنى عنها، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني بالنسبة لأحوالنا في الآخرة، لا أننا نحتاج إليه في نفس الآخرة يعني. العبارة قد توهم شيئا ليس مقصودا أو لا يليق. على كل حال، لأن العقل يعني هو غير عبارة الوجه الأول عند المصنف، قال يعني إذ المعنى البعثة جائزة واقعة لأن العقل لا يهتدي إلى آخر، ولأن العقل، وهنا الآن حصل الانسجام بين عبارة الوجهين، بداية عبارة الوجهين، ولأن العقل وهو الوجه الثاني من أوجه الجواب، ولو قال وأن يعني ولو قال في بداية الوجه الثاني وأن بدل لأن لما احتاج إلى التأويل، إذ المراد والوجه الثاني أن العقل لا يستقل بالكل، أي بإدراك كل الأمور، بل يدرك البعض استقلالا ويقصر عن إدراك البعض، فلا يهتدي إليه بوجه، فلا يعرفه يدركه يعني. العقل عاجز عن درك جميع حقائق الأشياء يعني، أو حقائق جميع الأشياء، تمام، فلا يهتدي إليه بوجه، ويتردد في البعض، فما استقل العقل به أي بإدراكه كوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته، عضده ما جاء به النبي وأكده. نحن ندعي أن العقل يدرك هذه الأمور، ولكن لما يأتي نبي صادق في حياته ويظهر على يده المعجزة ويخبر بأن ما وصله العقل إليه أيضا صحيح، وهكذا في نفس الأمر، حقيقة الإنسان يطمئن أكثر يعني. عضده ما جاء به النبي وأكده، فكان بذلك بمنزلة تعاضد الأدلة العقلية إلزاما بالنقلية. لما يلزم أحد خصمه، صح، يأتي بالدليل العقلي، ولما يأتي بالدليل النقلي
يزداد الالزام او بيان بيان وجه اعتبار الخصم. نعم يتقوى يعني. Hocam Salih Efe burada bir nimdat yazmışlar hocam. نعم جميل، ماذا يقول؟ في نسخة المطبعة العامرة ببولاق مصر، فكان بذلك بمنزلة تعاضد الأدلة العقلية إلزاما بالنقلية. Bizim metinde de ilzamını çıkarmış hocam. وَلَعَلَّ الصَّوَابْ هَكَذَا فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَعَاضُدِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَةِ بِالنَّقْلِيَةِ بِإِسْقَاطِ قَوْلِهِ إِلْزَامًا وَإِسْقَاطُ الْبَاءِ مِنْ بِذَلِكَ وَهُمَا غَيْرُ مَوْجُودِينَ فِي مَخْطُوطَةِ مَكْتَبَةِ يُوسُفْ آ فِي كونيا. جميل، نعم حقيقة لا داعي للفظ الإلزام هنا، يعني تعدد الأدلة العقلية بالنقلية، يعني بالأدلة النقلية، نعم واضح، لكن وجود الإلزام أيضا لا يضر، نعم لا داعي له، لكن نعم الأولى أن لا يوجد لأنه لا حاجة له يعني هنا، لكن وجوده أيضا يعني لا يضر يعني عموما، يعني لا يحرف العبارة، لا يحرف المقصود، نعم، جميل، نعم، على كل حال جميل أنه في بعض النسخ لا يوجد وهو أحسن يعني عدم وجوده، نعم. تمام، بمنزلة تعدد الأدلة العقلية بالنقلية، وهذا واضح معروف هذا المعنى يعني عندكم، كيف يتقوى الدليل العقلي بالنقل يعني لزيادة الاطمئنان في النفس يعني. وما قصر العقل عنه أي عن إدراكه كالرؤية، يعني كمسألة رؤية الله تعالى في الجنة والمعاد الجسماني وكقبح الصوم في يوم كذا كأول شوال وعاشر ذي الحجة، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وحسنه في يوم كذا كآخر رمضان بينه النبي، إذ العقل يقصر عن إدراك الرؤية والمعاد الجسماني وإدراك حسن صوم آخر يوم رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال، وما تردد فيه العقل دون رجحان لأحد الطرفين عنده رفع عنه، يعني رفع عن العقل الاحتمال، أو رفع عن أحد الطرفين الاحتمال، رفع عنه الاحتمال فيه كشكر المنعم قبل ورود الشرع، إذ يحتمل، هذا مثال من الشارح جميل، إذ يحتمل أن يمنع من الإتيان به لأنه تصرف في ملك الله سبحانه بغير إذن منه، ويحتمل أن يمنع من تركه لكونه ترك طاعة. تذكرون يعني في التنزل لما تنزلنا في نقاشنا مع المعتزلة في الحسن والقبح إلى فروعهم، فرع شكر المنعم، قلنا حتى لو قلنا بالحسن والقبح العقلي لا يجب أن نقول بوجوب شكر المنعم، لأنه قد لا يكون في شكر المنعم حسن، ويتعارض وجوه الحسن بوجوه القبح في شكر المنعم، لأنه قد يكون تصرف في ملك الغير إلى آخر، تذكرون هذا الكلام، نعم. أنا العقل يتحير يعني في أن شكر المنعم حسن أو لا، إذا قلنا أن هناك حسن وقبح عقلي يعني، تمام؟ والمعتزلة وأصحاب مذهب الحسن والقبح العقلي لا يدعون أن العقل يدرك حسن وقبح جميع الأشياء في نفس الأمر، لا، يقولون جميع الأشياء في نفس الأمر لها حسن وقبح، ولكن العقل يدرك بعضها ولا يدرك بعضها، تمام؟ نعم، واضح صح هذا الكلام إلى الآن واضح. طيب، قبل نكمل هذا الدليل الثاني ثم نتكلم فيه. وإن غلب ظن حسنه، يعني رفع عنه الاحتمال فيه، وإن غلب ظن حسنه فكان قبحه متوهما قطع ما جاء به النبي مزاحمة الوهم فيه للعقل. مثلا عقل الإنسان لنفرض أنه 70% ذهب إلى أن شكر المنعم حسن في نفس الأمر، ولكن 30% لعله قبيح لم يتأكد عنده، ولكن لما يأتي النبي ويقول مثلا شكر المنعم واجب، ها يدرك أن شكر المنعم في نفس الأمر حسن، وهذا الاحتمال المرجوح هو لا أصل له في نفس الأمر، في الحقيقة هو احتمال
يرتفع يعني بعد إخبار النبي مثلا. هذا الدليل الثاني أيها الإخوة هو العمدة في نقد كلام هؤلاء، تمام؟ هو العمدة، وهو يتوقف على كشف مغالطة في دليلهم، لأنهم في دليلهم ماذا قالوا؟ ما جاء به النبي إما موافق وإما مخالف، هذا التقسيم غير حاصر، مجرد منع التقسيم يعني يبطل دليل تماما، تمام؟ ليس كل ما جاء به النبي إما موافق أو مخالف، بل قد يكون ما يأتي، لما لا يكون ما يأتي به النبي المنع مع السند، لما لا يكون ما يأتي به النبي ما يقصر العقل عن إدراكه، وهو أعم من كونه مخالفا، تمام؟ وهو أعم من كونه مخالفا، يعني خلاصة الكلام هذه هي، تمام؟ لا نسلم حصر هذا التقسيم، بل نقول إما موافق، غير الموافق أعم من المخالف، تمام؟ أو غير المخالف أعم من الموافق، يعني لا فرق، يعني نقول على كل حال ليس بالضرورة أن يكون ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء يوافق العقل، بمعنى العقل يعني حصل عنده إدراك بحسنه والنبي والدين جاء موافقا له، أو العقل أدرك قبحه والدين جاء مخالفا له مثلا، وأدرك حسنه والدين جاء، بل العقل لا يدرك كل شيء، قد يتردد في حسن شيء وقبحه، والنبي يأتي ويخبر من الله تعالى بإخبار صادق أن هذا الشيء قبيح أو حسن أو كذا أو كذا يعني. فالتقسيم إذا بطل انحصار التقسيم في هذه الأقسام بطل أصل الاستدلال، يعني يكفينا منع واحد حتى بدون سند، يعني إن طلبوا السند بناء على الظهور، بناء على الظهور انحصار التقسيم إما موافق وإما مخالف، لما يأتون بهذه العبارات يعني هل يظنون أننا يعني نغتر بهذه العبارات في التقسيم الحاصل؟ أبدا يعني، نعم، تمام. فإن طلبوا السند أو إن كان السند مطلوبا في مثل هذا المقام، نأتي بسند أنه ما يأتي به النبي أعم من كونه مخالفا، نعم. عبارة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الاقتصاد إذا تذكرون كان يقول إما العقل يقتضي ذلك أو لا يقتضي، هكذا كان يقرر مذهبهم، لكن نقول لا يقتضي أعم من كونه مخالفا، تمام؟ نعم، لا يقتضيه العقل، العقل لا يدرك، لكن عدم إدراك العقل لا يعني أن ما يأتي به النبي يخالف العقل، تمام؟ بل قد يرشد العقل إلى صحته والنظر فيه يعني، تمام؟ طيب، بل قد يعلم ويربي العقل، هذا من فوائد أخرى يعني إذا كنا نبحث عن الفوائد. هذا الدليل هو خلاصة الدليل، هذا هو أيها الإخوة، والمصنف يعني فصل الفوائد والاحتمالات يعني فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث، ولأن هذا هو الوجه الثالث والعطف فيه على المنوال السابق وتقريره أن العقول تتفاوت، فقد يستحسن جماعة فعلا ويستقبحه آخرون، فالتفويض إليها أي العقول يؤدي إلى فساد التقاتل أي القتال وفساد الخراب للتنازع المؤدي إليهما، والنهي عن الإقدام على الفعل المتنازع فيه، مثلا هذا الفعل قد يكون قبيح، صح؟ الفعل القبيح مثلا، عن الإقدام على الفعل القبيح عند الكثير مثلا، عند البعض فعل قبيح ولكن عند البعض الآخر هذا ليس قبيح، والذين يرون أن هذا الفعل غير قبيح وحسن يفعلون، صح، يقدمون عليه، لكن إذا جاء النبي ونهى عنه لعلهم لا يقدمون عليه يعني، تمام؟ المتنازع فيه المخبر به النبي أي نهي الإله الذي
نهي الإله الذي يخبر به عنه النبي، يخبر بهذا النهي عن الإله النبي، يحسم هذه المادة، أن يقطع الخلاف النزاع، أي مادة الفساد الذي يؤدي إليه التنازع. يعني لما يحسم النزاع يذهب فساد التقاتل، لأن التقاتل هو لازم للنزاع، فلما لا يبقى النزاع لا يبقى التقاتل. يعني عموم تقرير الدليل هكذا. هذا الدليل الثالث أيها الأخوة، بدايته جيدة جدا، حيث يقول العقول تتفاوت، خصوصا على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب من لا يقول بالحسن والقبح. يعني استحالة بعثة الأنبياء تبطل بهذا الدليل بسهولة، أن العقل أصلا لا يستحسن أو يخطئ في استحسانه، بغض النظر عن يعني قد يكون هناك في نفس الأمر حسن الأشياء وقبح الأشياء، لكن العقل قد يخطئ. يعني ليس كون العقل قابلا للإدراك أن الإنسان في نظره الطويل، في رحلة النظر يصل إلى النتيجة، ليس كل من يسير على النهج يصل، تمام؟ ليس كل من يسير على الطريق يصل، فمجرد احتمال أخطاء العقول الكثيرة واختلاف العقلاء في حسن كثير من الأشياء وقبحها يدل على خطأ البعض، إن قلنا أن هناك حسن الأشياء وقبحها في نفس الأمر. يعني إذا هؤلاء لماذا يخطئون؟ لعل النبي لما يأتي يرشدهم إلى ما هو صحيح في نفس الأمر، يعني يقل مؤنتهم ويقل خطأهم إن تابعوا النبي، صح؟ هذه فائدة عظيمة. يعني إذا قررنا الوجه الثالث أيها الأخوة بهذا الشكل فهذا دليل رائع، تمام؟ لكن إدخال الأمور الأخرى يؤدي إلى فساد التقاتل، فالتفويض إليها يؤدي إلى فساد التقاتل وفساد الخراب إلى آخر، يعني يرد عليه ما يرد. كما تعرفون يعني الدين هو سبب الحروب في التاريخ، يعني هكذا أنكروا الأديان الإثباتيون، يعني بوزيتيفيستلار değil mi؟ Dine öyle baktılar, dini inkar edince. Bugün de öyle bakıyorlar ya. En el munkiruna lil adyan umuman fi asrina min el melahide kesir minhum ya'tazirun bi an el adyan tusabbibu el hurub. Hiya leyset asbab es saadeti fi el dunya, bel hiya asbab el kharab fi el dunya. Fe keyfe tad'i huna an el nabiyya huwa sababu irtifa' el fasad, fasad el taqatul. مع أن الأنبياء يجاهدون الأقوام المشركين، صح؟ أنا عموما يرد عليه، يعني يكون الأخذ والرد سهل في هذا، ليس ظاهرا يعني أن هذا الفساد يرتفع بوجود النبي، على أنه لو قيل يعني ليكون الفساد، ما المشكلة يعني في وجود الفساد، صح؟ لو التزم الخصم بوجود فساد التقاتل، ما المشكلة يعني في هذا؟ هل هذا يثبت يعني فائدة بعثة الأنبياء يعني؟ لعل الإله أراد الفساد، ألا تقولون إذا أراد يمكن أن يريد كل شيء يعني؟ صح؟ فكروا في هذه الأشياء يعني، نعم، يعني مثل هذه المعاني موجودة كثيرة جدا في الساحة. متكلم العصر خصوصا إذا كان يخاطب العوام ومشاكل العوام الكلامية، العوام قصدي ليس فقط الذي يعني في الشوارع، زعران الشوارع يعني، بل متخرجين من الجامعات يعني في التخصصات، بل أهل التخصصات يعني الأكاديميين الذين لا نصيب لهم من علم الكلام والعقل السليم والتفكير السليم والمنطق والرصانة في الاستقامة في العلوم إلى آخره، خصوصا في النظريات، يعني في العلوم النظرية كلهم عوام، يعني حتى لو كان عالما بعلم الاجتماع عالما متخصصا فهو قد يكون عواما يعني في هذه المسائل، في الفلسفيات والعقائديات يعني والمنطقيات واللغويات. فهؤلاء العوام أيها الإخوة لما نخاطبهم فمشاكلهم الكثيرة، هؤلاء الديست بالعربية ماذا يقال؟ هل تذكرون ديزم مصطلح معين في العربية غير الملحد، يعني ملحد اتيست، يعني ديست، نعم، هؤلاء الديزم يعني الذين ينكرون النبوات، ينكرون الأديان، ولكن يقولون بوجود إله خالق للعالم،
يعني بوجود خالق للعالم، يعني يتوسلون أو يعني يتمسكون بهذه الشبه، شبه البراهمة القديمة، تمام؟ نفس الشبه موجودة بكثرة بأنواع وأشكال أيها الإخوة، تمام؟ لابد أن نفكر وننشئ خطابا جميلا ومتنوعا يعني لهذه الشبه المتنوعة الكثيرة، تمام؟ نعم، الربوبي، نعم جميل، الربوبيون، نعم، يعني يقولون برب أو بخالق للعالم، ولكن لا يقولون بالأنبياء، يعني بوجود الأنبياء وبالأديان، نعم. على كل حال، هذا الدليل الثالث، يعني بهذا التقرير، يعني بناء على لزوم فساد التقاتل، هذا يعني يرد عليه، نعم، الربوبية، نعم. جميل. طيب، هل إلى الآن في شيء؟ في سؤال بالنسبة للعبارة خصوصا؟ Hocam fesadi takatul derken orayı tam anlamıyorum. Yani yüeddi ile takatulu beklerdim de ama fesadi takatul derken يعني التقاتل الذي هو الفساد. هذه إضافة بيانية يقال. مثل كتاب الإحياء، يعني كتاب يعني نفس الإحياء، الكتاب الذي هو الإحياء مثلا، يعني تمام، نفس التقاتل فساد، يعني نفسه فساد ويلزم منه مفاسد أخرى أيضا، يعني تمام. Hocam şu ibareyi açıklayabilir misiniz? Kata'a muzah hametil vehmi. يعني الوهم يزاحم أحكام العقل، يعني يجعل العقل يتردد في بعض الأحكام اليقينية، يزاحمه يعني يدخل فيه، يقتحمه، يدخل الوهم، يعني مثل العدو للعقل، يعني العقل لما ينظر ويفكر ويتعقل، الوهم دائما يحاول أن يتدخل ويشوش أحكام العقل ونظر العقل، ويسبب هذا الاحتمال المرجوح، يعني تمام. طيب نكمل. وما قيل من قبل المنكرين للنبوة إنه أي البعث يتوقف على علم المبعوث أي النبي بأن الباعث له هو الله تعالى ولا سبيل له إليه، يعني ولا سبيل للنبي أو للمبعوث إليه إلى هذا العلم، إذ لعله من إلقاء الجن، فإنكم معشر المصرين على القول بوجود الجن وعلى جواز إلقائهم الكلام إلى النبي، صح، في القرآن موجود، يعني الجن يحاولون يعني أن يتدخلوا في الوحي، لكن الله تعالى يمنعهم، صح؟ لكن لا نستطيع أن نقيم الدليل على المخالفين أن الله تعالى يمنعهم، لكن يعني هم لا يقولون بصدق القرآن، نحن نقول بصدق القرآن، صح؟ يعني لا يجوز لك أن تقول نعم يمكن هذا تدخل الجن يعني في إنزال الوحي، في تلقي النبي الوحي، لكن الله تعالى قال أنه يمنع هؤلاء الجن، يعني لا يمكن أن نأتي بهذا الجواب، صح؟ واضح يعني، فهذا الدور يعني مصادرة يقول. فهذا الإشكال أيها الأخوة، وما قيل إشكال مهم في غاية الأهمية، وإشكال قوي، وإشكال قوي، يعني ليس سهل هذا الإشكال، بل هذا هو الذي جعل كثير من الناس يتركون أديان، أي من الشبه القوية السائدة في الساحة، يعني تمام، وله أنماط وأشكال، يعني أصل هذا الإشكال، لب هذا الإشكال، يعني كيف نعرف أن النبي يعني يتلقى من الله، يعني سلمت أن هناك خالقا صانعا للعالم، لكن من أين نعرف أن هذا الرجل الذي يشبهنا، يعني غاية الأمر أنه عنده خلق حسن وعند الآخرين أيضا خلق حسن، ويظهر على يدي بعض المعجزات، وهناك أصحاب التخصصات الآخرين أيضا يأتون بأشياء عجيبة، يعني فمن أين نعرف أنه يأخذ من الله تعالى، وإن كان في نفسه صادق لكن يحصل عنده توهم وتخيل وشيء، يعني وهو مصاب بالصرعة، ماذا نقول، كيف يقول الصرعة، استسند يدو صرع كيف يقول، نسيت، يعني صرع استسند، يعني İsa Aleyhisselam için de diyor. İsa Aleyhisselam Pavlo için diyorlar ya. Şey, Pavlus için diyorlar. O da bir Türk Şeyden peygamber bahsediyorlar ya. Herhalde hocam. Ha?
Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi diyorlar. Yani sarı hastası epilepsi işte. Aynı doğru. Araplar da epilepsi mi diyorlar mesela? Evet. Bipsi gibi. Tayyip. Yani hadi şubha şubha lubbuha asluha mevcut kesir fi saha. Nعم. وليس سهلا إقناع من وقع في هذه الشبهة. ليس سهلا أيها الإخوة، انتبهوا يعني. وقرر الشبهة هكذا: إنه وما قيل إنه يتوقف على علم المبعوث بأن الباعث له هو الله تعالى، ولا سبيل إليه، ولا سبيل له إليه. فممنوع، يقول هذا الاحتمال ممنوع، وقوع هذا الاحتمال. ممنوع. خبر ما قيل، وقد ذكر سند المنع لوجهين. عندي لوجهين، ماذا عندكم؟ المفروض أنه بوجهين يكون. بيزد بوجهين أجل. بالباء صح؟ طيب تمام، عندي لوجهين. طيب. وقد ذكر السند المنعي بوجهين، الأول بقوله: إذ قد ينصب الباعث تعالى له أي للمبعوث دليلا، للمبعوث يعني للنبي دليلا يعلم به أن الباعث له هو الله سبحانه وتعالى، بأن يظهر له آيات ومعجزات ليس مثلها من شأن مخلوق تفيده هذا العلم، يعني آيات ومعجزات ليس مثلها من شأن مخلوق وتفيده هذا العلم، تمام؟ يعني تفيد هذه الآيات المعجزات هذا العلم، يعني النبي لما رأى في نفسه أنه ظهر بيده معجزة يعجز عنها البشر والجن، لما علم هذا، علم أن هذا من الله تعالى. هذا من أسباب أو من وسائل أو من احتمالات وطرق علم النبي بأن ما يتلقاه من الله تعالى، تمام؟ بأن ما يخلق الله تعالى في نفسه هو منه تعالى لا من الجن، يعني بتشويش الجن. نعم، دليل جميل جدا هذا. إذ قد ينصب له دليلا، يعني أصل تأكد النبي من كونه نبيا، يعني كيف يعلم النبي أنه نبي حقيقة؟ أنه أيضا مثل الناس الآخرين يعلم أن هذه معجزة، تمام؟ يعني كيف يعلم الآخرون أن هذا الرجل هذا الشخص نبي؟ بالمعجزة. وكذلك النبي يعلم أنه نبي حقا بدلالة المعجزة، تمام؟ بل بطريق أولى، لأنه الذي ظهر على يده المعجزة يعرف أنه ليس سحرا، تمام؟ لكن إذ قد ينصب له دليلا أعم من كون المعجزة، يعني بل قد يخلق الله تعالى كما سيأتي يعني في نفسه علما ضروريا، ولكن قد يخلق في نفسه دليلا أيضا، يعني دليل نفساني، يعني فكروا ليس من قبيل المعجزة، مثلا في نفسه يحصل في قلبه شيء عظيم عجيب جدا ويوصله إلى التأكد إلى العلم، يعني يكون وسيلة أو هو عين العلم، إذا كان عين العلم هو هذا الشق الآخر أو يخلق، تمام؟ أو يخلق. أن هذا لا يبعد يعني أن يخلق، وإذا خلق انتهى الكلام يعني، يعني مسألتك إمكان أن النبي ليس نبي حقا، يعني هذا الإمكان يبطل بهذا الاحتمال، يعني يمكن أن يخلق الله تعالى في علما وندعي أنه هو هذا الواقع، والدليل عليها المعجزة، يعني بدلالة المعجزة نحن نعرف أن النبي صادق في جميع أقواله وفي إخباره بأنه يعلم أنه نبي. طيب. Hocam hafiften burada devir şüphesi alıyorum ben de. Yani neden kaynaklanıyor çözemedim. Yani zaten bir yani tartışma orada değil mi? Emin olamıyor yani bu. La el hasmu yedda'i el istihale. Nahnu nubtilu el istihale. La nusbitu el vuku'. Lesna fi makami isbati nubuwati nabiyyin. إثبات وقوع نبوة نبي، نحن في مقام إبطال الدعوة الاستحالة، تمام؟ واضح صح؟ طيب جميل، تمام، جميل جدا. يعني هذه الأجوبة: إذ قد ينصب له دليلا
والثاني بقوله يعني الوجه الثاني لسند المنع، والثاني بقوله أو يخلق بالبناء للمفعول له أي للمبعوث علم ضروري بأن الباعث له هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. واعلم أن الفلاسفة يثبتون النبوة لكن على وجه مخالف لطريق أهل الحق. جميل جدا هذه الفقرة من الشارح، جزاه الله عنه خير الجزاء، يعني نعم، يعني هذا التنبيه منه، على وجه مخالف لطريق أهل الحق لم يخرجوا به عن كفرهم، يعني فارابي ابن سينا وكثير ممن تشبث بأذيالهم من الفلاسفة المشائين وغيرهم ممن فهموا النبوة على غير ما يفهمه الأمة الإسلامية من ضرورات فهم النبوة. تمام، هم يعني ابن سينا لما أثبت النبوة هل أثبت بالبراهين القاطعة أيها الإخوة، بالبراهين المنطقية التي ساقها على منطق أرسطو يعني أو على منطقه هو؟ لا، بل أدلته من أهوى الأدلة، لكن هو اضطر في المجتمع الإسلامي أن يثبت النبوة وأن يدخل قسم النبوة في شيء من فلسفته، وإلا فلسفته لن تروج. يعني هناك فلسفات أخرى كثيرة عميقة أيضا مثل فلسفة ابن سينا، يعني هذا ليس معناه أن ابن سينا منافق أو زنديق أو لا يعتقد النبوة، يعني هو يعتقد النبوة، يعتقد الإسلام بشكل عام، لكن اعتقاده وفهمه للنبوة والإسلام هل يجعله مسلما؟ هل يصحح يعني اعتقاده؟ لا، فهمه للنبوة لا، فهم تماما، يعني في ضرورات فهم النبوة عند المسلمين من ضروراتها في معارضة في بعض الأمور. تمام، نعم، نوع من بيان معنى النبوة بالعلوم والفلسفات السائدة في عصره حتى يقنع الفلاسفة، يعني يأتي بأشياء تافهة، يعني عقل الفعال والتخيلات النبي وينكر الملائكة في معناها الحقيقي إلى آخره، يعني نعم. والأطفال لا يقتنعون بأدلته فضلا عن النظار، يعني هذا هو ابن سينا، لمن يريد يذهب إلى الشفاء ويقرأ دليله، من يقتنع بدليله في النبوة؟ يعني يرد عليه ملايين الاعتراضات والمنوع، يعني نعم. بل قد يشك الإنسان بعد قراءة كلامه، يعني إن كان منصفا يعني في بحثه، يعني نعم، قد يتأكد إلحاده يعني للأنبياء، يعني يبني على العقل الفعال، يأخذ من العقل الفعال، والعقل الفعال هو الملك. أصلا وجود عقل فعال يعني فيه ألف يعني مشكلة، يعني إذا تبني على العقل الفعال فإذا انتفى العقل الفعال يعني ماذا تفعل؟ نعوذ بالله من كفرياتهم، يعني ونعوذ بالله ممن لم ينبه على كفرياتهم، يعني من المتكلمين، يعني فإنهم يرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام العالم المؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على العموم، يعني فيه أراذل مذهب الحسن والقبح، يعني أرذل المذهب الحسن والقبح في هذا الكلام، يعني في حفظ نظام العالم المؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على العموم، لكونها سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلهية، والعناية الإلهية العلية، يعني علة تفيض الخيرات، يعني عناية، يعني لا تغتر أي أبدا يعني بلفظ العناية، يعني والعناية هو سببه العلم، هو مثل الشمس والضوء، انتهى الكلام، يعني لكنها عندهم بمعنى مخالف لمعناها عند أهل الحق، لله در الشارح، يعني فإنهم يرون أنها مكتسبة
لا يتوقف كونهم يرون أنها مكتسبة على إطلاق لفظ الكسب والاكتساب في كتبهم. تمام، ابن سينا ذكي، لا يطلق لفظ الكسب، يعني يعرف أنه لو أطلق ماذا يحصل معه. يعني فإنهم يرون أنها مكتسبة وينكرون صدور البعثة عن الباري تعالى بالاختيار لإنكارهم كونه تعالى مختارا، وينكرون كونها، يعني هذه الجملة مهمة، لأن هذه الجملة هي التي تميز الفرق بين فهم الماتريدية وبعض المعتزلة في إثبات إمكان أو احتياج إلى النبوة. تمام، يعني كثير من كلام الإمام الماتريدي في كتاب التوحيد وغيره من الماتريدية، كثير من كلامهم يشبه كلام ابن سينا في الاحتياج إلى الأنبياء. تمام، لكن هناك فروق مهمة بين فهم ابن سينا ومذهب ابن سينا في تحقيق إمكان النبوة أو تحقيق وقوعه وبين مذهب المتكلمين. والمتكلمين العمدة عندهم المعجزة، دلالة المعجزة، لكن في الإمكان بعضهم يتوسلون بمذهب الحسن والقبح والحكمة، حكمة الباري، يعني حكمة الله تعالى تقتضي أن يشرعنا، أن يشرع وأن يرسل أحكاما شرعية تفيدهم في الدنيا لسعادة الدنيا ولسعادة الآخرة. يعني كلام متقارب جدا كلام الماتريدية. يعني أنا شخصيا لا أقبل كلام الماتريدية والمعتزلة، والأشاعرة لا يرضون بهذا الكلام، لا يثبت الإمكان بهذا الشكل، ونحن بمجرد أن نمنع دعاوى الاستحالة يبقى لنا الإمكان، والوقوع يثبت بدلالة المعجزة. لكن يعني من يقول بالحسن والقبح العقلي يمكن يتمسك بشيء من العقليات في إثبات الإمكان أو إثبات الوقوع، بل كثير من كلامهم المعتزلة والبعض الماتريدية، كلامهم يدل كما سيأتي على أن هذا الدليل، دليل الاحتياج الناس إلى الأنبياء لنظام الخير، يعني في سعادة الدنيا، حقوق، يعني صح؟ الحقوق، نظام الحقوق، يعني الأوامر والنواهي. يعني هنا هذا الدليل منهم، دليل الاحتياج أيها الإخوة، دليل الاحتياج، يدعون أنه يدل كأنه على وجوب النبوة، وقوع النبوة مع الوجوب، يعني تمام، ليس فقط إمكان النبوة. تمام، طيب، يحتاج إلى البحث. يعني كلام الماتريديين في كتبهم وكلام المعتزلة يشبه كثيرا كلام ابن سينا، بل قد يكون ابن سينا أخذ شيئا كبيرا من كلام المعتزلة، يعني والماتريدي، يعني في كتب من كتبهم، أن لا يبعد أبدا. ابن سينا يأخذ من المتكلمين ومن غيره من الفلاسفة قبل الإسلام كثيرا جدا، ولا يعزو، يعني يأخذ أفكارا كثيرة جدا ويدخلها في نظامه الكبير المعقد حقيقة، عنده نظام عظيم، بغض النظر من تناقضاته وضعف أركانه، يعني وبطلان أركانه، لكن نظام كبير معقد، ويدخل كثيرا من أفكار الآخرين، يعني من المتكلمين المعتزلة والماتريدية خصوصا. ولعل كلامه أصلا يرجع إلى كلام هؤلاء، يعني هم قبل ابن سينا كانوا يتكلمون بنفس هذا الكلام الموجود في الشفاء، كثير منه، لكن ابن سينا حاول أن يربط بالعقل الفعال والتخيل وكذا، وقضية المعرفة، كيف يعلم النبي الغيب إلى آخر، حاول أن يأتي ببعض الأشياء وكلها خزعبلات، يعني نعم. طيب، فإنهم يرون أنها مكتسبة وينكرون صدور البعثة عن الباري تعالى بالاختيار. أن المتكلمون وإن قالوا بأن الاحتياج الناس إلى تشريع الله تعالى إلى الأنبياء في سعادتهم الدنيا في نظام العالم، لكنهم لا يسلبون الاختيار، لا مجازا ولا حقيقة، يعني تمام، لا يسلبون الاختيار من الله تعالى عموما، إلا من يعني قال بالوجوب بمعنى العقلي القوي جدا، يعني مثل العلة والمعلول، لكن لا يصل إلى مثل العلة والمعلول، لأنه من الداعي والباعث غير مذهب العلة والمعلول. تمام، طيب، لكن لا يوجد داعي وباعث عند ابن سينا بالنسبة لواجب الوجود. تمام، لا يوجد داعي وباعث إلا والمعلول. تمام،
هذا هو الفرق بين مذهب الاعتزال وبين مذهب ابن سينا. يعني المتكلمون قاطبة، يعني حتى المعتزلة يعني يخالفون مذهب ابن سينا في صفات الله تعالى وفي صفة الاختيار، تمام؟ وإن تشابه نوع من كلامهم في وجوب الصلاح والأصلح، قول بالوجوب صدور العالم من الله تعالى بالقدم إلى آخر، وإن تشابه، لكن في فرق عظيم عند التحقيق، تمام؟ في ظاهر الأمر قد يبدو للطالب والقارئ أن مذهبهما نفس المذهب أو أشياء بسيطة، يعني لا ليس كذلك، يعني تمام؟ لأن يعني أفعال الله تعالى عند ابن سينا ليست معللة بالأغراض والدواعي، تمام؟ إن المعتزلة لا، فلذلك عند المعتزلة الفاعل ومختار، يعني صانع العالم مختار، فاعل مختار ليس موجبا بالذات أبدا أبدا أبدا، تمام؟ نعم. طيب، وينكرون صدور البعثة عن الباري تعالى بالاختيار لإنكارهم كونه تعالى مختارا، وينكرون كونها لإنكارهم كونه تعالى مختارا. هل يقول ابن سينا أني أنكر أن الله تعالى مختار وأني أنكر أن الواجب الوجود مريد؟ هل يقول هذا الكلام؟ لا، بل يقول عكسه تماما، بل يثبت الصفات السبعة عند الأشاعرة يعني بالألفاظ، يعني تمام، لكن ألفاظ فقط لا يوجد وراءها معنى. لو ذكر 1000 مرة في كتبه 1000 مرة أن الله تعالى مريد، كذبوه يعني، تمام، كذبوه، لأنه لا يثبت معناها. نعم، الموجب بالذات شيء والفاعل بالاختيار شيء آخر، يعني مذهب آخر تماما. هذا نضج وتحقق عند المتأخرين قاطبة، المشائين والفلاسفة المتكلمون كلهم اتفقوا على هذا. إذا كنت تتكلم إما أن تكون موجب بالذات أو فاعل مختار، لا تقول أنه مريد وثم تقيل بالعلة والمعلول، يعني أنت تضحك علينا يعني. يعني وصل الأمر عند المتأخرين هذا، انتهى أصلا، انتهى المشائية يعني بهذه الأصول الواضحة، يعني لا أحد يقول بها يعني بسهولة. يعني نعم، بعض أفكاره تدخلت في كلام المتأخرين كثيرا يعني، وأخذوا بعضها وطوروها وغيروها إلى آخره يعني. نعم، لكن لم يأخذ المتكلمون أبدا يعني الموجب بالذات مباشرة يعني، وإن كان بعض شوائبه يعني دخلت في كلام البعض، خصوصا الذين وقعوا في مذاهب وحدة الوجود. نعم، تمام، نعم، هذا إن شاء الله سندرسه، نعم، بإذن الله في المستقبل بعد 10 سنوات يعني، بعد ما نتطور في العقليات كثيرا يعني، ندخل في مذاهبهم بإذن الله تعالى، نعم، وندرس فلسفاتهم، يعني وحدة الوجود فلسفة، فلسفة عميقة يعني، فلسفة أصولها ترجع إلى الأفلاطونيين الجدد يعني، ليس ابن العربي جاء به من جيب أبيه تماما يعني. نعم، وكغيره من الفلاسفة والنظار أخذوا من الفلاسفة القدامى وطور مذهبا ووضع فلسفة جديدة يعني. نعم، طيب، نكمل. لإنكارهم كونه تعالى مختارا، وينكرون كونها كون النبوة بنزول الملك، كون البعثة بنزول الملك من السماء بالوحي، لإنكارهم نزول الملك لاستحالة خرق الأفلاك عندهم. يعني أفكارهم في الطبيعيات، فلسفة ابن سينا في الطبيعيات للعالم للسماوات والأرض، ما تحت القمر وما فوق القمر إلى آخر، أصلا ينافي وجود ملك ينزل من السماوات، تمام؟ لا يمكن أن يتلغى، مع أنه مخالف للضرورات وواضحات القرآن، تمام؟ والنصوص الكثيرة المتواترة يعني معنا، صح؟ نزول الملائكة من السماوات، مع أنه لا يتحاشى عن إنكار هذا يعني، ويقول هو العقل الفعال، النبي يتخيل شيئا من عقل الفعال هو الملك يعني. يعني من يعني من تخدع يعني بهذه الأقوال؟ لا تخدع إلا فلاسفة أمثالك يعني. نعم، يعني هو ينكر معاني النصوص بكل الوضوح والصراحة، بغض النظر كونه يصارح أني أنكر هذه النصوص يعني، تمام. طيب، وينكرون كونها بنزول الملك من السماء بالوحي، لإنكارهم نزول الملك لاستحالة خرق الأفلاك عندهم، وينكرون كثيرا مما علم بالضرورة مما جاء به
الأنبياء. مما جاء به الأنبياء به، مما جاء به الأنبياء عندي به أيضا موجود بعد الأنبياء، لكن كأنه زائد، صح؟ عندكم به موجود بعد الأنبياء، مما جاء به الأنبياء به، كأنه زائد، صح؟ كحشر الأجساد والجنة، كحشر الأجساد والجنة والنار، وذلك الإنكار مما كفروا به. نعم، لأن فضلا عن الفهم من النبوة يعني، وأشياء أخرى من ضرورات الدين يعني، كثير من فلسفة ابن سينا ينافي ضروريات الدين، لكن من الأمور الواضحة حشر الأجساد والجنة والنار. نعم، مذهبه لا يمكن يعني أن يقول بحشر الأجساد. نعم، وإن صرح يعني حتى أنه يقول به، يعني لا يصرح يعني إلا في كتاب واحد وهو شيء آخر. نعم، يعني لم أفهم هذا به مما جاء به الأنبياء. طيب به وينكرون كثيرا مما علم بالضرورة، مما جاء به الأنبياء كحشر الأجساد، يعني مما جاء به الأنبياء انتهى يعني، كحشر الأجساد والجنة والنار. هل عندكم موجه؟ وينكرون كثيرا مما شو علم، جزء مما علم بالضرورة، مما جاء به الأنبياء به. بديش يزرع مما علم بالضرورة مجيء الأنبياء به. ها، هذا شيء مختلف. تمام، عندي به متكرر يعني، ما مش متكرر كذا، به الأنبياء به، يعني الثاني زائد على الأقل. تمام، طيب في اختلاف قليل في غير به، لكن لا يضر يعني. نعم، كحشر الأجساد والجنة والنار، وذلك الإنكار مما كفروا به. نستريح هنا أيها الإخوة، ثم نقرأ كمان إن شاء الله.